السلام عليكم، مساء الخير يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. اليوم عندنا قصة جديدة. قصة اليوم يا جماعة الخير ترى مختلفة مرة، وأنا قاعد أقرأ سكريبت المخصص للقصة حرفيا جتني قشعريرة بشكل فظيع. ولكن قبل ما نبدأ في مقطع اليوم، لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات. طيب يا جماعة الخير، مثل ما أنتم عارفين القصص دائما تجسد أحداث صارت في زمان معين أو في وقت معين. بعض الأحيان القصص تجسد الأحداث الضخمة والأحداث المثيرة. القصص دائما تأخذ انطباع القوة أو الضعف أو الانتصار في لحظات الظلم. حرفيا هذه القصص اللي تستهويني بشكل مرة كبير، وأحب دائما أسجل القصص اللي تتبع الرتم هذا. طيب خلنا أقول لكم وش قصة اليوم. قصة اليوم يا جماعة الخير تعود العائلة. العائلة هذه يا جماعة الخير عائلة متعلمة بشكل مرة كبير، من الأبو لين آخر ولد داخل العائلة. اللي يهمني من هذا كله، يهمني الله يسلمكم الأب والزوجة والولد اللي اسمه محمد والولد اللي أكبر من محمد بخمس سنوات اللي هو اسمه سعد. محمد وسعد إخوان، وعندنا أبوين، هذول اللي يهمونا. أفراد العائلة كلها ما يهمونا نهائيا، ولكن راح نستطريهم يا جماعة خير قدام. طيب وش قصة العائلة هذه يا أسامة؟ وش صاير؟ أعلمكم وش صاير في القصة هذه والعائلة هذه. حرفيا وأنا قاعد أقرأ السكريبت المخصص للقصة أشعريرة ما انتهت نهائيا، لأني قاعد أتخيل الموقف. حرفيا تخيلك للموقف هذا يدخل كلا نفس الحدث. هذا اللي أبغاه في قصة اليوم، أبغاك تدخل معاي في نص الموقف وتحدد الموقف. هذا اللي قلت لكم اضغط على زر اللايك أو الاشتراك. شكرا لكم على 500,000 متابع، إن شاء الله من 500,000 إلى المليون بإذن الله في أقرب وقت. عندنا محمد وسعد. محمد وسعد إخوان. محمد يا جماعة الخير بعمر 26، وسعد يا جماعة الخير بعمر أتوقع 33 أو 34. طبعا عندهم خوات أكبر منهم، ولكن نجنب الخوات من هذه القصة. الأب كبير لأبعد درجة. الأب يا جماعة الخير وصل عمره 72 سنة، والأب هذا متزوج زوجتين، واحدة أم محمد والثانية أم سعد. يا سلام، يعني محمد وسعد إخوان من أم مختلفة، يعني إخوان من الأب. طيب وإذا كانوا إخوان من الأب؟ كثير في ناس إخوان من الأب، لكن قصة اليوم مختلفة لأبعد درجة. طبعا الزوجة الأولى هي أم محمد، والزوجة الثانية أم سعد، كلهم فيهم الخير والبركة إن شاء الله. طيب يا جماعة الخير، الأب مثل ما قلنا أنه متعلم وكان تخصصه كيمياء، والأب مثقف لأبعد درجة، وحالتهم المادية حالة متوسطة وأقل من المتوسطة. دائما العيال يقولون أصلا أبونا مختلف لأبعد درجة، لا يهمه لا المظهر ولا المركب ولا أي شيء موجود قدامه، دائما يهمه العلم وبس. اللي فهمت من الكلام هذا ان الابو يركز على العلم ما يركز على المظاهر نهائيا. طيب يا جماعة الخير وش صار؟ في يوم من الايام الابو هذا تعب، والتعب هذا انهكه بشكل مرة كبير، وما قدر يقاوم هذا التعب واستمر معاه التعب هذا سنة كاملة. ولكن السنة هذه برضو حصلت فيه بعض المواقف. الموقف الاول يا جماعة الخير ان الرجال هذا طلق ام محمد، مع العلم ان الابو كان يحب ام محمد بشكل كبير، ولكن ما ادري وش المغزى من طلاقه لام محمد. باقي عنده بس أم سعد، وكان محمد أصلا عايش عند أبوه ومخلي أمه عند خواله. يا سلام، هنا اتفقنا صح؟ يا سلام. المهم استمرت الأيام. في يوم من الأيام أبو محمد هذا نادى ولده محمد. طبعا قبل ما أشرح لكم أنه ناداه، يا جماعة الخير لازم تعرفون نقطة، محمد يا جماعة الخير هو الولد البار لبابوه، البقية كلهم ما فكروا في أبوه، حرفيا ناسينه. فمحمد كان هو اللي شايل أبوه ومهتم في أبوه، هو الوحيد اللي مع أبوه 24 ساعة، يعني هو الولد البار، هو نفس الولد اللي أمه مطلقة وقاعدة في بيت خواله. في يوم من الأيام يا جماعة الخير محمد جاه اتصال غريب. رد على الاتصال، ألو معاك المستشفى، عسى ما شر أبوي في شيء، في مشكلة؟ قال لا لا، أبوك بخير وبصحة وعافية، ولكن أبوك يبغاك تجي للمستشفى ويبغى يكلمك في بعض الكلام. قال إن شاء الله خير، وركب محمد سيارة يا جماعة الخير ووصل لين المستشفى. هلا يبا عسى ما شر. يقول محمد أصلا أول ما دخلت العناية ما كان أحد عند أبوي، حتى سعد اللي قال أنا راح أرافق اليوم ريح يا محمد شكلك تعبان ما هو موجود عنده. قال محمد سلامات يبا، وش صاير؟ وش فيك؟ عسى ما شر. قال أبوه ما في شيء لا تخاف. قال الأبو بطريقة ذكية كذا لمحمد، قال محمد معاك فلوس أو محتاج شيء؟ قال لا يا يبا ماني محتاج أي شيء، بعدين لو لي محتاج بروح يعني لأخوي ولا بروح لأحد من أفراد العائلة. قال له محمد اسمع، أنا أحس إنك شخص محتاج ولكن تسكت ولا تبغى تقول، فأنا اليوم أبغى حاسبك على شيء وهذا من حقي إني حاسبك عليه. قال له روح للبيت، في فلوس أنا حاطها لك في الدولاب، خذ الفلوس هذه واستخدمها، الفلوس حلال عليك، الفلوس راح تحصلها داخل ظرف أزرق. سأله يبا أي دولاب، وحدد لأبوه الدولاب وطلع من المستشفى. حرفيا محمد
كان صدق بحاجة الفلوس، ولكن كان ماسك نفسه ولا يبغى يضغط على أهله. اتجه للبيت، وصل للدولاب، فتح الدولاب، خذ الظرف، حصل فيه فلوس ومفتاح فيه ميدالية اللي هي التعليقة اللي تيجي على المفتاح، والمفتاح كذا نصلة صغيرة، يعني ما هو مفتاح بيت، يعني تحسه مفتاح درج، مفتاح عرفت إذا رحت النادي حقة الملابس هذه، أتوقع المفتاح نفس كذا. والنصلة هذه عليها الميدالية هذه، كان مكتوب عليها 533 CR. محمد ما اهتم، قال شكل أبوي يعني حاط المفتاح هذا جوا الظرف، خذ الفلوس وصار يستخدم الفلوس هذه بشكل يومي. سبحان الله بعد فترة، بعد ما يقارب يومين أو ثلاثة أيام، أبو محمد توفى يا جماعة الخير. يا سلام. أبو محمد عنده عائلة، والمعروف أن الشخص إذا توفى بعد العزاء يجون يقسمون الورث بينهم، لازم أكثر الناس كذا. طبعا مر اليوم الأول، مر اليوم الثاني، مر اليوم الثالث، لاحظ في اليوم الثاني أو الثالث سعد يناظر أخوه محمد طرق غريبة، كأنه حاقد عليه أو شيء، كأنه مو أخوان. مر اليوم الثالث قال الله يرحمه ويغفر له وانتهى عزاهم. جت الآن مرحلة تقسيم الورث. يا سلام. مرحلة تقسيم الورث يا جماعة الخير، في كل شخص عنده وصية، يعني يبغون يشوفون الأملاك، لو يبغون يفتحون وصية الوالد اللي هو أبوهم. فتح الوصية حصلوا فيها ورقة هذه فيها كلام، مضمون الكلام يا جماعة الخير قال لهم أني أنا قسمت ورثي عليكم وأنا حي، وكل واحد أخذ نصيبه، وكنت عادل معكم في تقسيمي لهذا الورث، أنا عدلت بينكم، بعطيت كل واحد حقه. شوي لمحمد هو قاعد يقرأ الوصية هذه، يقول إن أبوه كيت 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 كيت، هذا طبعاً الشطر الأول. طلع سعد قال لي نعم يا جماعة الخير، إن أبوي قسم علينا الورث اللي هم العائلة هذه مع أمهم مع كل شيء عطاهم، قال إنه يوصل مبلغ مليون وشوي وتقسم بينهم، يعني الأب قسم الورث وهو حي. محمد استغرب، قال أنا ما جاني أي شيء، أكيد إن في شيء في السطر الثاني أو الثالث لنا. طبعاً محمد برضو عنده خوات، يعني في السطر الثاني كان يقول الرجال هذا أتمنى إنكم تحبون بعض وما تتركون بعض نهائيا. قرأ في السطر الثاني والبيت اللي انتم فيه، البيت هذا يكتب باسم ام محمد. استغربوا، ام محمد مطلقة، قال البيت هذا تنازلت فيه تنازل كامل لام محمد، والتنازل هذا صار قبل ما اموت. يا سلام. الحين محمد عرف ان امه خذت وسعد اوكي خذوا، ولكن دخل الشيطان بينهم، صاروا يعني يشكون في بعض. طبعا بيتهم كان فيه حارس، قام سعد في يوم من الايام تلقف كذا وراح الحارس وسأله، قال من اللي دخل البيت هنا قبل ما يموت الوالد؟ الحارس قال لأن في يوم من الأيام جاء محمد دخل للبيت ودخل الغرفة الفلانية هذه اللي غرفة الوالد. طبعا الحارس هذا هو اللي كان يعني ينظف أحيانا أشياء اللي عند الوالد، ينظف غرفة الوالد، يعني هو الحارس حق غرفة الوالد اللي هو أبو محمد هذا. قال إن محمد في يوم من الأيام قبل ما يموت أبوكم بيومين أو ثلاثة أيام دخل البيت ودخل الغرفة حقة الوالد. أيوة هنا سعد شكل محمد مزور في الوصية، راح يبحث وراء أخوه، قال دائما إنه هو مزور وراء الوصية، بعد ممكن أسبوع أو أسبوعين في مبلغ كبير راح يدخل حسابه، وأكيد إن هذه مو كل فلوس أبوي، وأبوي عنده أملاك كثيرة. صار يبحث وراء أخوه ما حصل ولا شيء. المهم رجعت الله يسلمكم الأم اللي هي أم محمد البيت هاي اللي كتب لها رجلها اللي طلقها إن هذا البيت لها، وسكنوا في بيتهم. طبعا ام سعد الحال وام محمد الحال، ولكن لهم نصيب من البيت محدد لهم في الوصيه. يا سلام. في يوم من الايام استمرت الايام، محمد ضاق خلقه، يعني انا اكثر واحد جلست مع ابوي وبريت في ابوي واهتميت فيه، اخر شيء يعطي سعد مبلغ وقدره وانا اللي تعبت معاه ما يعطيني شيء. يقول يعني احس الوصيه فيها شيء غلط، يقول كيف اني عدلت بينكم؟ يعني الفلوس اللي في الظرف اللي ما تيجي 4000 ريال او 5000 ريال هذه كانت نصيبي من الورث، لكن الله يرحمك يا ابوي. يا سلام. المهم رجعت ام محمد للبيت، رجعت ام محمد عاشت في بيتها مستقره وامورها زينه، والولد يعني زي اللي شايل على ابوه ولكن يترحم له لانه هو يحبه، ما هم المال وزي كذا، ولكن يقول انها جتني غيره بيني وبين اخوي سعد، ويقول ان عدل بيننا هو ما عدل، كيف يقول عدل؟ يا سلام. في يوم من الايام قالت الام لمحمد يا اخي الله يذكر ابوك بالخير، تدري انه كان يقعد هنا ويقرا كتاب معين والكتاب هذا كان ما يفارق ابوك. محمد ما انشد للموضوع هذا ولا فكر، الله يرحمه يا رب، الله يرحمه، الله يرحمه، كان أبوك يحب العلم يا محمد ولكن عندك كتاب عزيز وغالي عليه. برضو ما اهتم محمد، ما فكر، ما ركز الحين بسالفة الكتاب. في يوم من الأيام محمد وهو راقي للغرفة يشرب مويه من عند البرادة، يناظر يسار قالوا هذا الكتاب اللي أمي تتكلم عنه، خلني أشوف هذا الكتاب. راح يفتح هذا الكتاب، لاحظ أن الكتاب يتكلم عن الكيمياء، والكتاب هذا أبوه اللي كاتبه بخط يده، يتكلم عن الكيمياء ويتكلم عن علوم ثانية، والعلوم هذه عادية يعني، ولكن هو كذا قاعد يقلب بالكتب يقلب بالكتب يقلب، شده شيء خلاه يرجع فلاش باك قبل موت أبوه بثلاث أيام باللحظة اللي فتح فيها الظرف.
حصل على الكتاب مكتوب حرف السي في القسم الأول وحرف الآر في القسم الثاني، يعني الحروف كانت سي آر. هذه الصفحة هنا سي وهنا آر، كان الرقم 533. انجذب للموضوع، خذ الكتاب مستعجل محمد وينزل على طول غرفته ويروح يجيب المفتاح القديم اللي حصله جوا الظرف. ما يدري هو وش حق المفتاح هذا، ناظر مكتوب 533 سي آر. سي آر قصده هذه 533، هل يقصد الصفحة؟ قام يفتح في الكتاب، الكتاب حصل انه مجزأ وكل جزء ما يتعدى يعني 50-60 صفحة، هذا مكتوب 533. فهم محمد ان في سر داخل هذا الكتاب، والكتاب هذا مرتبط مع هذا المفتاح. شلون مرتبط مع المفتاح؟ اي نعم مرتبط مع المفتاح، الكتاب والمفتاح هم حل للغز الضخم هذا. من هنا يا جماعة الخير بدت قصة اليوم، والله من هنا بدت الحماس، من هنا بدأ. قام محمد يدور حصل يا جماعة الخير هما مكتوب 533، قال 5، قال ممكن 5 هو الجزء الخامس و33 هي صفحة 33. قام دور الجزء الخامس، ولكن الجزء الخامس ما في صفحة 33، الجزء الخامس يقول ما يقارب 26 صفحة. قال أجل 5 معناها الجزء الخامس و3 معناها الصفحة رقم 3 والثلاثة الأخيرة معناها الصف رقم 3. كان مكتوب صندوق بريد، يعني كان في كلام كبير وكثير ولكن كذا الحالة كلمتين صندوق بريد، ومحطوط رقم الصندوق، الرقم الصندوق اللي هو M133. يا سلام، الحين يبغى يعرف محمد صندوق بريد و133 بحرف M والميدالية الأولى مكتوب فيها CR، وش يقصد بالCR؟ هل هو أجزاء الصفحة؟ هل صدق فيه صندوق بريد؟ هل المفتاح هذا مخصص لصندوق بريد؟ ورجع محمد جماعة خير جملتين قبلها أو كلمتين قبل مكتوب حقك ما يضيع داخل صندوق بريد 133 M. ايوه هنا محمد بدا يرجع فلاش باك للوصيه، ابوي قال ان عدل بيننا. كيف عدل بيننا؟ شكل في شيء ثاني ابوي يبغى يعطيني اياه ولكن باسلوب مختلف. هنا محمد بدا يتحمس بنسبه كبيره، وده يبغى يشوف وش الشيء اللي ابوه مغبي له، يبغى يعرف وش صاير، ليه ابوه سوى فيه كذا، وش الحكمه من الموضوع هذا، ليه صار له كذا. يا سلام، قام محمد في اليوم الثاني نام وصحى من النوم، صار يبحث في جميع البريد اللي حوله، راح كان يجرب صناديق أو محلات اللي فيها صندوق البريد اللي جنب بيتهم، كل صندوق يجيب مع المفتاح ويبحث عن 133 ويدخل مفتاح ما طلع، يدخل مفتاح ما طلع، يدخل مفتاح ما طلع، يدخل مفتاح ما طلع، يعني ولا في صندوق فتح من كل اللي جنبه. استسلم محمد، شكل الموضوع هذا يعني انه يعني ضربة حظ أو في شيء غريب صاير. استسلم ورجع لبيتهم، قاعد يفكر 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 يفكر، وش راح أسوي؟ وش معنى المفتاح هذا؟ وش صاير؟ أبوي وش مخبي لي؟ وش صاير؟ علموني. ناخذ بريك خير ونرجع. اي نعم، وصار محمد يبحث في كل مكان يبغى يعرف وش هو الشيء المقصود M133. بعد ما استسلم من محاولاته هذه كلها طرى على باله ذاك اليوم فكرة، قال بما اني انا حليت اللغز الاول اللي هو CR533 وكان كل جزء يرمز لشيء، بما ان ابوه عالم في الكيمياء قال اكيد ان كل جزء يرسم لشيء معين او يرمز له، قال ام ممكن ترمز لمحمد، 133 الواحد يرمز لشيء والثلاثه يرمز لشيء والثلاثه الثانيه يرمز لشيء، ولكن في اشياء متشابهه، في الاول 533 والثاني 133، ال 133 قسمها لثلاث اقسام، قال الواحد هذا فيه شيء. راح رجع للمحلات البريد اللي كان يمرها كل يوم، طبعا محلات البريد دائما تكون مقسمه A B C D الى ما لا نهايه، كل تقسيمه لها ارقامها. دخل كذا محل البريد وراح للقسم الأول، قال بما أني دخلت في القسم الأول راح أروح للصف الأول من فوق، راح للصف الأول من فوق وفي العمود الثالث في صندوق غريب. طبعا الصناديق يا جماعة الخير شفتوا الورقة اللي تكون على الباب تقدر تكتب عليها، حصل صندوق هذا مكتوب عليه محمد يعني اسمه، جرب يدخل المفتاح وفتح معاه الصندوق ان حصل حل هذا المفتاح. كان يقول اخيرا حصلت حل لهذا المفتاح، واخيرا حصلت السر اللي كان ابوي مغبيه عني، واخيرا افتكيت من اللغز الصعب. يناظر كذا محمد ارتفع شوي لان الصندوق مرتفع، ويدخل يده جوا الصندوق يبغى يشوف وش اللي داخله. تحصل داخل هذا الصندوق ظرف، والظرف هذا ملمسه مختلف، واضح ان الظرف كان قديم، والظرف هذا مو اي ظرف، مو من الظروف اللي تنحط لاشياء عادية، الظرف هذا مقفلينه باحكام، حس انه ظرف، سحب الظرف هذا وقفل الصندوق. مستغرب محمد
وش اللغز اللي أبوي مسلمني إياه يبغاني أحله. طلع مباشرة وركب سيارة محمد ورجع للبيت بأقصى سرعته، يبغى يعرف وش داخل هذا الظرف. وصل لبق على طول، دخل غرفته وحط الظرف على الطاولة وقاعد يناظر الظرف هذا. تذكر على طول مباشرة موت أبوه، وتذكر اللحظة اللي قال فيها أبوه شكلك محتاج فلوس يا محمد. قاعد يفكر وقال أخاف أفتح الظرف هذا وتكون الرسالة مو لي. يعني كان يعتقد محمد أن أبوه نسى المفتاح داخل الظرف، كان أبوه بس يبغى يعطيه فلوس. ولكن تجي فكرة ثانية ويتذكر كلام أخوه يوم قال له أن أبوهم عطاهم مبلغ كبير، إلا محمد ما أخذ ولا شيء من الورث غير الظرف والمفتاح. هنا أيقن وتأكد محمد أن الظرف هذا له أهو. فكر قال في الدرج مسجل محمد، وأبوي ما قسم الورث بشكل عادل، ولكن مع هذا قال أنا عدلت بينكم. زيادة على كذا محمد يقول في نفسه، يا أخي أنا الشخص البار، أنا الشخص اللي كنت أخدم أبوي، مستحيل أن أبوي يسوي فيني كذا. قام محمد يناظر الظرف من بعيد، لاحظ فيه ورقة صغيرة، فتح الظرف وسحب الورقة الصغيرة هذه. كان مسجل على الورقة هذه اسم شخص اللي هو أبو محمود، ومسجل تحت المنطقة اللي يعيش فيها أبو محمود. حرفيا أول ما قرأ محمد الرسالة هذه استغرب، قال كل السيناريو هذا وكل الأشياء اللي سويتها أنا آخر شيء بس عشان ظرف واسم شخص ومكان وين ساكن فيه. يقول محمد وأنا ألمس الظرف ملمسه من يعني الظروف القديمة، الظرف هذا مو حديث نهائيا. يقول حطيت الورقة جوا الظرف وقفلت الظرف وحطيتها على جنب، قعدت أفكر هل بس وشو هذا أبو محمود، وين ساكن، وليه بس حاط لي القرية اللي ساكن فيها واسمه، كيف راح أوصله. حط الظرف وقعد يفكر. مع الأيام تناسى محمد، مر الأسبوع الأول الأسبوع الثاني نسى شوي السالفة محمد، ولكن كل شوي يلاحظ أن حالته المادية قاعدة تتردى بعكس إخوانه اللي قاعدين يعيشون عيشة ما شاء الله لا إله إلا الله. في يوم من الأيام يوم اشتد حرفيا فقر محمد بشكل كبير، قال محمد بمن ذي الورقة عندي والمدينة عندي، خلني أروح المدينة هذه وأسأل عن الرجال هذا اللي هو أبو محمود. وطلع للمدينة هذه تبعد عنه ما يقارب 700 كيلو. أول ما وصل للمنطقة هذه لاحظ محمد أن المنطقة هذه قديمة، والبنايات اللي فيها بنايات قديمة مرة، ما هي نفس البنايات الحديثة. هنا تحطم زيادة، قال أتوقع أن الشخص اللي راح أروح له لا هو شخص غني ولا عنده ممكن أي رسالة تمس أبوي. من أحد الأفكار اللي تدور في راسه يقول بما أن الظرف قديم أكيد أن الرسالة قديمة، ممكن هذا الشخص توفى أو مات. المهم وصل القرية هذه، وقف عند المسجد صلى، خلص من صلاته طلع، وهو واقف عند باب المسجد الناس طالعين من المسجد قاعد يسألهم جماعة الخير في هنا شخص اسمه أبو محمود، في هنا شخص اسمه أبو محمود. قام يسأل كل اللي موجودين حول المسجد، كل اللي قابلهم كانوا يقولون لا ما نعرف شخص في هذه المدينة أو القرية هذه اسمه أبو محمود. رجع لسيارته كذا وقال فأكيد إنه ممكن في الجهة الثانية. هو كذا قاعد يمشي حصل شخص كبير بالعمر، وقف يا عم تعرف شخص هنا؟ قال له أبو محمود. قال له والله يا ولدي أنا ما أعرف أي شخص موجود هنا اسمه أبو محمود، ولكن راح أدلك على أماكن روح ابحث فيها عن الشخص هذا. حدد له ما يقارب 3 أماكن في المدينة. لاحظ محمد إن تحديد الشخص هذا كانت في شمال القرية وغرب القرية وشرق القرية، فصار كل يوم يقعد في منطقة من المناطق هذه. كان يروح شمال القرية ويسأل بشكل يومي، جماعة الخير شفتوا شخص اسمه أبو محمود؟ يسأل الصغار، يسأل أي واحد يمر أبو محمود. حرفيا قعد ما يقارب 3-4 أيام وهو يبحث في المنطقة الشمالية والشرقية والغربية. بعد ما يأس وقرر أنه يرجع في اللحظة الأخيرة اللي يجيه شخص وقال له إيه نعم أنا أبو محمود، كذا طلع له في وجهه كذا مباشرة. استغرب محمد، أنا من اليوم أبحث عنك ما لقيتك. قال لا الحقني وأنت ساكت ولا تتكلم ولا تقول أي كلمة. قام محمد الحقه ويمشي معاه لين وصل عند البقالة. البقالة هذه هي بقالة أبو محمود، ولكن عشان يدخل لبيته عنده بابين، باب من برا وباب من جوا البقالة. الباب هذا ما هو باب سري، خذ محمد ودخله لجوا البقالة، ومن جوا البقالة على داخل البيت. أبو محمود سأل محمد، قال له إيش اسم أبوك؟ قال له اسم أبوي سعيد. قال له أنا أجل أبو محمود اللي أنت قاعد تبحث عنه، وأكيد إن أبوك توفى الآن. استغرب محمد وش عرف هذا الشخص. طبعا نسيت اقولكم انطباع محمد عن ابو محمود. طبعا محمد اول ما شاف ابو محمود قاعد يقول له الكلام هذا ويدري ان ابوه توفى، حسن فيه اتفاقية بين ابو محمود وابوه. ومحمد لاحظ ان ابو محمود عليه مواصفات غريبة شوي، يعني كلامه مو كثير، والشيء الثاني واضح انه مو يعني حالته المادية عالية. قام محمد يشرح لابو محمود الطريقة اللي حصلها فيه. بسأله ابو محمود قال كيف لقيتني يا محمد؟ قام محمد اجتهادا يعلم الطريقة اللي قدر يوصل له فيها. قال اني حصلت ظرف وكان اول شيء المفتاح، والمفتاح هذا كان مكتوب
مكتوب عليه السي ار 533 وقعدت فترة وقريت الكتاب حق ابوي. سمع كلمة قريت الكتاب قال الكتاب وينه؟ قال الكتاب موجود في البيت. قال له في ايدي امنة؟ ما حد راح يستخدم الكتاب او احد ينتبه له؟ قال له اي نعم. قال له طيب كمل. قال وبعدها حصلت مكتوب في الكتاب ان في بريد ورحت للبريد وفتحت البريد بعد استنتاج وتعبت وانا قاعد استنتج، واخر شيء حصلت ظرف وكان مكتوب فيه اسم ابو محمود والمدينة. قال له ابو محمود طيب كمل وش بعد؟ قال بس هذه. قال ما في اي شيء ثاني غيره؟ قال لا ما في اي شيء ثاني. قال ابو محمود الوصية غير كاملة وما اقدر افيدك نهائيا، لازم ترجع، باقي لك خطوة واحدة اذا جبتها اقدر افيدك. محمد انجن، هذول ايش يبغون يسوون فيني؟ وليه ابوي يسوي فيني المرمطة هذه كلها؟ وش راح يستفيد؟ ولكن مثل ما انتم عارفين يبغى يعرف وش ابوه مخلي له. هل هو مخلي له فلوس او مخلي له اراضي او مخلي له املاك؟ ابوي ايش يبغى يوصل لي؟ وله فترة تدور في راسه كلمة انا عدلت بينكم، هذه الكلمة ما طلعت من راس محمد نهائيا. كلمة ابو محمود، ابو محمود تقدر تلمح لي اي شيء؟ قال له ابو محمود اسمعني، ممكن مو انت محمد، ممكن انت شخص قاعد تلعب علي، في شيء ثالث لو حصلته راح اقدر افيدك، غيره ما اقدر. اتمنى انك تتفهم الموضوع وترجع. محمد والله شال نفسه ورجع ما يقارب 3 ساعات ونص المدينة اللي كان ساكن فيها، قاعد يدور في راسه اشياء كثيرة. وش الشيء الثالث؟ وليش ابو محمود انشد يوم قلت له الكتاب؟ رجع للبيت، قعد في نفس الصالة اللي كان يقعد فيها مع أمه، قام يقول لأمه يا أمي أبوي كان يسوي أشياء غير معتادة. قالت له لا والله أنا أتذكر أبوك بس يقرأ، بس يقرأ ويتعلم، هذه مهمة أبوك في الحياة، ما قد شفته يسوي أي شيء ثاني. قالت هل عنده كتب ثانية يقرأها بشكل مستمر؟ يا يمه، وهو قاعد يكلم أمه يا خايف يقول لها الموضوع، خايف يقول لها السالفة. قالت له لا ترى أبوك بعض الأحيان يغبي عني أشياء كثيرة ولا يقول لي أي شيء يسويه، قرر إنه يريح بكرة يكمل وش الأشياء اللي ممكن تطلع له قدام. ناخذ بريك بعد خير ونرجع لازم.